يبقى بسم الله الرحمن الرحيم، أختم معاكم يا شباب. كل ما الإنسان يراجع اعتقاده تجاه أي حدث إيجابي أو سلبي بيحصل هياخد خيره، ويحمي نفسه من إنه يتأذي بالنعمة، أو يؤذي نفسه حتى بأن هو يتكبر بطاعة، أو يؤذي نفسه بأن يسخط على بلاء، أو يؤذي نفسه من أن ييأس بسبب معصية. عشان كده الإنسان محتاج دايما يبقى باستمرار عمال يكلم نفسه ويراجع عقيدته تجاه الأشياء. إذا رزق بأي رزق في الدنيا ساعتها القلب يبقى دايما موصول بربنا. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بالطاعة، وانفعنا بالرزق، وانفعنا حتى يا رب إذا عصينا بأن نتوب إليك، وانفعنا بالبلاء بأن يوقفنا على أعتابك. اللهم اجعل كل أقدارك نافعة لنا، اجعل كل أقدارك نافعة لنا، لا تجعلنا ممن تكبر بالطاعة، ولا تجعلنا ممن تكبر بالنعمة، ولا تجعلنا ممن يائس إذا عصى، ولا تجعلنا ممن سخط إذا ابتلي، واجعلنا ممن توجه بقلبه إليك، واجعلنا ممن توكل بروحه ونفسه عليك، واجعلنا يا رب العالمين من الصادقين الخاشعين المقبلين إذا وقفنا في العبادة بين يديك. وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين. نشوفكم بكرة على خير، السلام عليكم.